بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب ينعقد بشكل طارئ ويقر تعديلا وزاريا على حكومة مصطفى مدبولي. التعديل شمل 13 حقيبة، أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والري والثقافة. والرئيس السيسي يؤكد أن التعديل تم التوافق عليه مع رئيس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي، كما يوضح أنه يهدف إلى المساهمة في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة دكتور هشام إبراهيم. دكتور هشام مساء الخير. الملاحظ في هذا التعديل الوزاري خروج وزيرة الصناعة وكذلك وزير قطاع الأعمال، هل من دلالة لذلك؟ مساء الخير في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد ما اتخذ اليوم من قرار في شأن إجراء تعديل وزاري هو الأول خلال مدة 3 أعوام، بالتأكيد مسألة هامة للغاية علشان يتم إعطاء دم جديد للحكومة الحالية. والحقيقة يمكن الأكثر أهمية أنه هذا التعديل جاء لتلبية أمرين. الأمر الأول هو مواجهة التحديات أو بعض الصعاب أو المشاكل اللي هي في عدد من الوزارات اللي بالتأكيد كان في عدم قبول خلال الفترات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بملف التعليم، خاصة التربية والتعليم وملف الصحة. ما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية بالتأكيد الأمر اللي هي بنتحدث عن تغيير مهم في حقيبتين هامتين للغاية. قطاع الأعمال بالتأكيد كان مهم أنه يحدث فيه تغيير بما يتماشى مع المرحلة الجديدة اللي هي بتنتوي الحكومة المصرية الاتباع أو السير فيها، وخاصة ما يتعلق بإعطاء دفع قوية لمناخ الاستثمار، ما يتعلق بالتماشي مع وثيقة ملكية الدولة بما يتماشي مع برنامج الطروحات، وبالتالي نحتاج لوزير يسرع من قدر تجهيز الشركات كي يتم إدراجها في برنامج الطروحات. بالتأكيد الملف الأقصى صعوبة هو ملف الصناعة والتجارة، أخذا في الاعتبار أنه قطاع الصناعة بيحتاج بالتأكيد ليه دفع قوي للغاية. الحقيقة يمكن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي حاليا بتقوم على ضبط عجز الميزان التجاري، زيادة الصادرات بالقدر اللي يمكن أن يتوافق معاه قاعدة إنتاجية قوية، وتقليص الواردات. الحقيقة الأمر يحتاج لقدر كبير من الاستثمارات، يحتاج لاستراتيجية لتدعيم قطاع الصناعة، يحتاج لزيادة القدرات التنافسية، يحتاج لأنه يكون لدينا استراتيجية تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في احتياجاتنا الأساسية في هذا القطاع، وبالتالي إعطاء تغيير مهم في هذا التوقيت على هذا الملف أتصور أنه هام للغاية. طيب دكتور هشام أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا قبل أن نكمل حديثنا. نتوقف عند بعض التغريدات التي تفاعلت مع هذا الملف، وأبدأ بتغريدة لعفاف تقول فيها:
المفروض أن التغيير الحالي هيكون أهم تغيير في تاريخ مصر. العالم من حولنا فيه صراعات ومتغيرات متلاحقة، مصر فعلا في ظرف راهن يحتاج إلى رجال بمعنى الكلمة. نتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية ونشوف تغيير، خاصة في ملف الصحة والتعليم ومياه النيل وقوت الشعب. هذه تغريدة. أما سمية عسلة فتقول في تغريدتها: قرار مفاجئ وجريء للرئيس السيسي تغيير عدد من الوزراء. فيما يخص الاقتصاد تم تغيير وزير التجارة والصناعة، وكذلك أيضا تقول أنه فيما يخص الاقتصاد تم تغيير وزير التجارة والصناعة ليتولى المنصب الجديد السيد أحمد سمير صالح. في هذا الخصوص أيضا نلاحظ دكتور هشام بقاء وزراء في الحكومة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مثل وزير النقل وكذلك وزير الكهرباء وعدد آخر من الوزراء. هل يعني ذلك نجاح هؤلاء الوزراء في مهامهم المسندة إليهم؟ ده مش وجهة نظر الدولة أو الحكومة فقط، ده وجهة نظر المواطن في الشارع. يعني خلينا نشير لي ثلاث قطاعات الحقيقة حدث بهم نقلة نوعية هامة للغاية: ملف البترول، ملف الكهرباء، وملف النقل والسكك الحديدية. الحقيقة الملفات الثلاثة دول الحقيقة حدث بهم تطور كبير للغاية خلال السنوات المعدودة الماضية، قدر ما أنفق في الثلاث قطاعات دول يتجاوز 500 مليار جنيه، رقم كبير بكل تأكيد. وأتصور أن المواطن أصبح لديه درجة كبيرة من الرضاء عما تم إنجازه في هذه الملفات الثلاثة. وأتصور أنه ما نحتاجه في باقي الملفات أن يكون على قدر الإنجاز اللي تحقق في ملف الطاقة بشكل عام، البترول والكهرباء جنب إلى جنب مع قطاع النقل. بالتأكيد ملف الصناعة أتصور أنه هو التحدي الأهم الأكبر اللي محتاج الحكومة أنها تعمل عليه بمنتهى الجدية، بتنسيق وتكامل كامل مع مجتمع الأعمال،